هتكسره هينزل بودرة. أكشن! لأنها رد على إيديها اللي جبتها. تتك إيه؟ عمر تاني. تقفل شي بنية كده مثلا. علبة سوبر يا ابني، اي حاجه اديني علبة سجاير من فضلك. وهو يمشي يمشي كده يا عم. ساعد الناس بعلمك، بدل ما تفيد الناس بعلمك احسن ما تستغلهم. سيبها تتبدل. لو ما بعدتش عنه هقتلها. لو ما بعدتش عنه هقتلها. هتقعد بعد اليافطه الحمراء ضرب عربيات. اكشن يا جمال. بلاش ما قلنا بلاش نلفه كتير. اضربوا مريحهم. ارزق كل الناس ووسعها عليهم. تاني؟ دي كمان مش قصدي. لازم هنا نعمل لنا مثلا حركتين في وسط الحاجات دي. سواقين الميتين وشك لتحت. رمضان كريم يا فاطمه. الله اكرم يا بنت. ما يعملوش كده خالص. كفك وبتاع ايه ده؟ الله اكرم يا حبيبتي. هتقولي الحاجه يا رمزي؟ اجمل رمزي. اقفوا زي ما انتوا، اخلصوا خالص، يقفوا في الارض. حد بيبقى قاسي يعمل سب. انا ما اعرفش برضه. انت رايح جاي ليه؟ عايز بره. انت عايز يا صباح بره. امشي. صرخ فيهم. يلا يلا. انت مش شايف الشهداء كل يوم؟ خليها مديك، مديك شايف الشهداء، مديك شايف الشهداء كل يوم. اثنين يقفوا هنا وثلاثة هنا. التاني اللي ماسك الكلب فين؟ مرتين، واحدة بتبقى هوا وواحدة هتيجي تبقى هيعمل كده وهيروح ضرب.